معلومة من التاريخ الإسلامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر واقع، ولكن الله بيّن، قال الله عز وجل على لسان موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كتير من المسلمين عندهم أوهام معينة، يجب علينا أن نوضح هذه الأمور. كتير جدا يقول لك: أصل أنا شفتهم بيرشوا السحر قدام البيت، قدام العتبة، ولما كلت عند فلان حط لي السحر في الطعام، ولما شربت الشيء الفلاني عند لما فلان عزمني من ساعتها وأنا جاي ما جيتش قدام. إيه الحقيقة؟ هل السحر فعلا يصنع في ماء، أو واحد يقول لك أنا خطيت سحر مش ليا؟ هل هذه حقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن السحر الذي ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سحر عليه الصلاة والسلام، وسحره لبيد بن الأعصم في مشط النبي والمشاطة التي تخرج من شعر الذقن والرأس، فعقد فيها ونفث. يعني دلوقتي أنا اللي عايز يسحر حد، أو الساحر بيعمل إيه؟ بيجيب شيء من اللي هو عايز يسحره، يجيب حتة شوية من شعره، يجيب قطعة من ملابسه، يجيب أي حاجة خاصة بيه ويعقد عليها وينفث. يقرأ بعض التماتم وبعض الأقاويل الكفرية التي تجعل الجن يسخر له، أو سحر التخيل. يعني سيدنا موسى كما بين الله عز وجل لما فرعون جاء بالصحراء، سيدنا موسى وخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، لذلك سيدنا موسى قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فالسحر اللي ورد سحر التخيل، والسحر الثاني اللي هو العقد والنفث من شر النفاثات في العقد. لكن السحر كلام فاضي، إنه هو يصنع في ماء ويراق أمام البيت، فلما يحصل كده أو قدام المحل يتمنع الرزق، كل ده كلام فاضي. والسحر ما السحر لا يشرب ولا يؤكل، إنما يوضع السم أو يوضع ماء الحيض، يعني للنساء دم الحيض هذا مؤذي، ربما يوضع فالإنسان يسل، الإنسان يفضل يخس والأمراض تجيله. آه ده ممكن، لكن إن أنا أمنع رزق بشوية مية رشوم، ده كلام فاضي، ده كلام ملوش أصل، ده دجل وده وهم للساحر والمسحور. لأن السحر الأصل فيه العقد، يعني اللي بيعمل سحر لازم يجيب قطر من اللي عايز يأذيه ويعقد فيه، ويعقد بالتمائم. هذا هو السحر الحقيقي الذي ورد فيك. لكن يقول لك بقى سحر تعطيل الزواج، وسحر مش عارف ايه، وناس بتاكل عيش على ناس، وناس بتقول تخاريف، وناس تعيش ناس في تخاريف وفي أوهام، والوهم أشد من السحر، الموهوم انه مسحور ده أشد من السحر. فيا جماعة احنا عايزين نقول ايه اللي ورد في الكتاب والسنة،
عشان الانسان ما يضلش يقول لك انت مخطي حاجه مش بتاعتك، هو ده مش صحيح. السحر ده بيتعمل بالاسم ويتعمل بالقطر، شيء من يعني في عرق فلان او في شيء من جسده، هو ده السحر الحقيقي. الباقي اوهام، ما فيش حاجه اسمها سحر يعطل الرزق. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو فر أحدكم من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت. لأمور أصل فلا، وما فيش حاجة اسمها تعطيل الزواج، ولكن بيحصل يعني كما الإنسان لما بيكون بعيد عن طاعة الله في شيطان موكل اللي هو سحر التخيل. سحر التخيل يخش يغير شكلها، يغير شكله، يعمل. أنا مش أقصد أقول إن هو بيعطل قدر الله، لكن هناك بعض المضايقات زي البيت، تخش تلاقي الدنيا ولعت نار، في جن موكل بهذا الأمر يثير الضغينة حتى بين الأطفال وبين الكبار وبين الراجل. لما يخش بيته تلاقي البيت ليه؟ لأن الغفلة عن الأدعية وعن الأذكار وعن الرقية الشرعية وكثرة الأغاني وكثرة الموليات والأفلام، ومش عايز الشياطين تلعب بيك، ومش عايز الشياطين تخلي بيتك. انت لما يجي تخش بيتك تقول بسم الله، تخلع ملابسك تقول بسم الله، تاكل تقول بسم الله، تركب السيارة تقول بسم الله، لأن ذكر الله والقرآن الكريم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما تشوفكش، لان انا ما بنشوفش الجن. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. يا جماعه مختصر الكلام، ما فيش حاجه اسمها السحر المرشوش او السحر الماكول. السحر زي كما ورد في الكتاب والسنه عمل وأطر، ويأخذ منك قطعة ويعملها في أشياء مختلفة، ويكتب أشياء مختلفة باسمك واسم يعني والدتك، ويكتب الأشياء دي ويعقد عليها وينفخ، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، اللي هو أن يهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.